قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد ربه جل وعلا حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وعملكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا من باب الطرف الفكري ولا من باب الهروب من الواقع وإنما أقدمها تصحيحا للواقع لأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه القلة المؤمنة المباركة إنه ولي ذلك والقادر عليه فما أحوجنا إلى أن نتذكر يوما سنعرض فيه على الله تبارك وتعالى للسؤال عن الكثير والقليل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع القبر أسأل الله جل وعلا
أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أذكر بأهم الأصول التي ذكرتها في الحلقة الماضية لتكتمل الفائدة لمن يتابعنا في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله جل وعلا. قلت حياة القبر هي حياة البرزخ، وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولقد خلق الله سبحانه وتعالى الدور ثلاثا، ألا وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، يعني الجنة أو النار. وجعل الحق سبحانه وتعالى الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله عز وجل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الأحكام في دار القرار يعني في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. إذن حياة البرزخ الأحكام فيها على الأرواح، النعيم والعذاب على الأرواح والأبدان تابعة للأرواح. يزول كل إشكال إذا وقفت على هذا الأصل وعلمت يقينا أن نور القبر وناره وأن سعة القبر وضيقة ليست من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا. فنور القبر ليس من جنس نور الدنيا، ونار القبر ليست من جنس نار الدنيا، وسعة وضيق القبر ليس من جنس سعة وضيق الدنيا الذي نعهده ونعرفه جميعا. وذكرت أن رجلين ربما ينامان في حجرة واحدة في فراش واحد، فيستيقظ أحدهما ويقص عليك رؤية جميلة ويقول لك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه دخل الجنة ورأى ما أعده الله عز وجل له فيها من نعيم، ويبدو يستيقظ وآثار النعيم بادية عليه بالفعل، والآخر إلى جواره في فراش واحد في وقت واحد في حجرة واحدة يستيقظ وعليه آثار العذاب والآلام تظهر على وجهه وعلى بدنه، ويقول لك بأنه كان في كابوس مروع مرعب وكادت أنفاسه أن تخرج، وكان يريد أن يصرخ ليحرك يده أو ليحرك قدمه فلا يستطيع، ولا يشعر أحدهم بما كان فيه الآخر، لا يشعر صاحب النعيم بما كان فيه الآخر من هذا العذاب الأليم، ولا يشعر الثاني بما كان يحياه أخوه من نعيم. هذا في عالم الدنيا، فما ظنكم أيها الأفاضل بعالم البرزخ؟ ما يحدث فيه أعجب وأعجب وأعجب بكثير. ثم ذكرت أيضا أيها الإخوة والأخوات بأنه لا ينبغي أن نحكم العقل في صريح وصحيح النقل، لأن الدين لو صار يحكم عليه بالعقول لضاع الدين، وإلا فأي دين يقبل؟ هل نقبل الدين الذي يقره عقلك، أم نقبل الدين الذي يقره عقلي أو عقل هذا أو عقل فلان؟ ولله ضر علي رضي الله عنه إذ يقول: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وقد فصلت هذه الأصول في الحلقة الماضية بحول الله جل وعلا، لكنني أود أن أقول بأن العقل السوي لا ينكر على الإطلاق أن يكون القبر دارا للنعيم أو دارا للعذاب المقيم الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا إذا اهتدى العقل بنور الوحي، إذ لا يستطيع العقل أبدا مهما كان
صاحبه أن يهتدي إلى هذه الحقائق الإيمانية إلا بوحي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا ينبغي أبدا أن نقتصر على كتاب ربنا جل وعلا دون سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يستطيع أحد مهما كان صفاء عقله أن يتعرف على القرآن وأن يفهم القرآن إلا من خلال فهمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم لا؟ وقد قال ربنا لحبيبنا ونبينا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة، لأنك لن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر فقط بهذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، يعني كفاية أو القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع نبوي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن ما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولم يقل ربنا جل وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بلى ورب الكعبة. هذه أصول في غاية الأهمية فصلتها بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية، لكنني تعمدت أن أقدم بها بين يدي هذه الحلقة لتكتمل الفائدة لمن يتابعنا في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا. ثم ذكرت أن الحق تبارك وتعالى قد ذكر عذاب القبر في آية صريحة من سورة غافر، فقال جل جلاله في شأن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. توقفنا عند هذه الآية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار، اللهم نجينا من النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني صباحا ومساء، هذا عذاب البرزخ، بدليل قول الله تبارك وتعالى في نفس الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اتفق علماء أهل السنة، اتفق علماء أهل السنة في هذه الأمة أن هذه الآية الكريمة قد ذكرت عذاب الدارين ذكرا صريحا، ذكرت عذاب دار البرزخ وذكرت عذاب دار الآخرة. ثم ها هي السنة، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب